طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها كالعاده بالعناوين. موقع اخباري يتساءل: ما هي مهام فريق المراقبين الامميين في محافظه الحديده؟ ومن الصحافه الفرنسيه: اطباء اجانب يخاطرون بحياتهم لانقاذ اليمنيين. ومن أخبارنا المنوعة: العالم على أعقاب أزمة مالية جديدة مع حلول العام المقبل. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى الحديدة حيث يفترض أن تكون هناك هدنة بإشراف أممي، لكن للواقع لغته الخاصة. ووفقا لموقع إخباري، بالتزامن مع وصول رئيس بعثة المراقبة الأممية مارك، أو يقول معارك عنيفة بالحديدة. وقال موقع الموقع بوست إن مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة الحديدة بين الحوثيين والقوات الحكومية بالتزامن مع وصول رئيس البعثة الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في المدينة. وقالت مصادر محلية إن المواجهات وقعت بالقرب من مدينة الصالح، ولكن من بدأ الهجوم أكدت المصادر وشهود عيان هناك أن المواجهات اشتعلت عقب هجوم للحوثيين على القوات الحكومية وإطلاق القذائف نحوها. يتساءل موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية عن مهام فريق تابع للأمم المتحدة، وعنوان الموقع: ما مهام فريق المراقبين الأمميين في الحديدة اليمنية؟ وقال الموقع أن فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة برئاسة الهولندي باتريك كامريت، والذي تم تجميعه من عدة دول حول العالم، مهامه تبدأ بجولة في ميناء الحديدة لمعرفة احتياجات الميناء وتقدير عدد المراقبين المطلوبين للميناء. وقال مسؤول أمني في تصريح أن فريق أمني تابع للأمم المتحدة موجود بالفعل لتأمين مساكن الفريق وتحركاته، وسيكون على اللجنة الأممية التي يضاف لها 3 من الحوثيين و3 من الحكومة اليمنية مهام كبيرة، حيث يعتبر الاتفاق بداية الجهود نحو اتفاق سلام شامل كما تقول الأمم المتحدة. وقال الموقع: بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، سيكون على الفريق الأممي الاتفاق ومراقبة انسحاب القوات من المدينة والميناء إلى مناطق يتم الاتفاق عليها مسبقا، ويتم تسليم أمن المدينة لقوات الأمن المحلية. حقائق رئيسية نحو سلام دائم ومستقر. تحت هذا العنوان كتب سفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس، وقد جاء في بعض فقرات المقال. الذي انقلب على السلام بقوة السلاح لا يمكن أن يأتي مرة أخرى إلى السلام إلا إذا استطعت أن تفرض عليه خيار السلام فرضا، وأن تسقط خيار القوة لديه، وتثبت بأن اختياره كان خطيئة لا يجب أن يكافأ عليها، وإنما يتحمل تبعاتها، ويعاد للسلام اعتباره كقيمة إنسانية محترمة بما توفره الإنسان من شروط لحياة كريمة. وفي هذا الإطار نكرر أنه ليس من الخيارات الصحيحة في شيء أن يتحلى صاحب القضية والباحث الحقيقي عن السلام عن عناصر قوته في المعادلة مهما كانت الأسباب والضغوط، لأن ذلك لن يخدم السلام بالمرة، وإنما يصب في المتاهة التي يسعى الإنقلابيون أن يجروا إليها الأزمة. السلام لا يجب أن يكون تسوية من داخل الأمر الواقع الذي يحاول أن يفرضه الإنقلاب كمكون أساسي من معادلة الحل، بل يجب أن يكون متواصلاً مع العملية السياسية السلمية التي تم الإنقلاب عليها. وباعتبار هذه العملية مع مرجعياتها الثلاث وشرعيتها الدستورية القائمة إطاراً موضوعياً لسلام لا يتوقف عند ذاته أو عند الحاجة المؤقتة للنخب، وإنما هدفه هو تحقيق دولة مستقرة ومزدهرة، فإنها ليست شروطاً كما تذهب بعض القرارات الأممية إلى تفسيرها حينما يتم التمسك بها من قبل الحكومة، بل هي في صلب عملية السلام. من هنا فإنه لا يجوز التلاعب بهذه المرجعيات بما في ذلك الشرعية الدستورية من خلال إعادة بنائها في صيغ ملتبسة لتتضمنها القرارات الأممية اللاحقة وتفقدها قيمتها، أو تلتهمها بتفسيرات مختلفة عن مضمونها.
وفيما يذهب الاهتمام صوب الحديدة، تفرض ميليشيا الحوثي حصارا على المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان والمعاناة تعز، حيث يعنون موقع رأي اليمن. ميليشيا الحوثي تمنع وفدا من الغذاء العالمي من دخول مدينة تعز، وقال الموقع أن ميليشيات الحوثي منعت وفدا أمميا من برنامج الغذاء العالمي من دخول مدينة تعز عبر طريق الحوبان شرقي المدينة. وقال مسؤول محلي في تعز إنه تعذر زيارة وفد برنامج الغذاء العالمي ودخولهم للمدينة بسبب رفض الحوثيين السماح لهم الدخول عبر طريق الحوبان وجولة القصر. وذكر نبيل جامل مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بتعز أنه كان من المفترض وفق مذكرة سابقة من برنامج الغذاء العالمي تلقيها أو تلقتها السلطة المحلية في تعز قيام وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة نائب المدير القطري السيد علي رضا بزيارة مدينة تعز والاطلاع على الوضع الإنساني. القتلى الذين يسقطون يوميا في مختلف أنحاء البلاد منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد الميليشيا يتركون خلفهم أسرا كاملة دون عائل، ويمنحون أبنائهم لقب يتيم. وقد زاد أعداد الأيتام بصورة كبيرة في اليمن عقب تحرك أطقم الميليشيا صوب صنعاء. موقع المشاهد نت يتلمس حال دار واحدة في مدينة إب وعنوان الموقع: الأيتام في إب معاناة منسية والدار لم تعد تتسع للآخرين. يقول الموقع أن الدار الوحيدة في المدينة تم توقيف موازنتها السنوية التي كانت تقدمها الدولة لتغطية احتياجات الدار، ومنذ سقوط صنعاء دخلت الدار حالة يتم كبيرة. وبحسب مسؤول دار الأيتام بمحافظة إب عرفات شريف، أن الدار تقدم خدمة الإيواء والتغذية والتعليم ل 280 يتيما تتراوح أعمارهم ما بين 25 عاما في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وأفاد أن الدار بحاجة ماسة إلى دعم الموازنة المالية وإكمال مشروع المعهد المهني الذي لم يكتمل بناؤه ولم تتم توسعة فصوله الدراسية بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وبحسب مدير دائرة العلاقات العامة أشرف سلام، عجزت الدار في السنوات الأخيرة عن استقبال أعداد إضافية كان معظمها من النازحين في ظل شح الإمكانات. هل يعلن الحوثي أنه مجرد مواطن يمني مثلنا؟ يتساءل السفير اليمني لدى الأردن علي أحمد العمراني في مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا: قدموا من أطراف البلاد ليجتاحوا عاصمتها التي هي رمز سيادة البلاد وساكنيها من كل اليمن، وتوسعوا بالعنف والقوة والإكراه في كل أنحاء البلاد دون صفة أو مشروعية. انقلابيون ومتمردون لأنهم انقلبوا على سلطة منتخبة ضدا على قوانين البلاد ودستورها، ويحاربون الدولة اليمنية منذ حوالي 15 عاما. جهاديون دينيون تكفيريون يصفون مقاتليهم بالمجاهدين ويطلقون على خصومهم المنافقين، ولعل وصف خصومهم هنا بالمنافقين أشد من صفة الكافرين، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. أصوليون دينيون متصلون في زعمهم بالسماء، ينفذون مشيئة الله في الأرض وأهلها، فهم أنصار الله كما يدعون. الجديد أنهم أطلقوا على وفدهم إلى السويد الوفد الوطني، ومثلما أنهم ليسوا أنصار الله ولا أحباءه ولا مجاهدين في سبيله، فإن دعواهم بأنهم الوفد الوطني صفة لا تنطبق عليهم وشرف ليس لهم منه شيء ولا يصح لهم ادعاؤه. وكم يتمنى المرء أن يتخلص الحوثيون من أوهام صفاتهم الإلهية والسماوية والنبوية الزائفة، ويعلنون على الملأ بأنهم مجرد مواطنين يمنيين ووطنيين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، حينها يكونون قد اختصروا نصف المسافة إلى مداواة الجروح والوصول إلى وئام وسلام حقيقي، بعيدا عن تغيير المناهج الدراسية وفرض ملازم حسين الغبية ومحاضرات عبد الملك الفارغة من أي محتوى مفيد، والاعتناء بالاحتفالات الجديدة العديدة التي ترسخ مفهومهم الفئوي والطائفي وحتى العنصري. هل يعلن عبد الملك الحوثي أنه مجرد مواطن يمني؟ حين ذاك
قد يجد من يصغي إليه عند الحديث عن الوطنية اليمنية. افتتاحية صحيفة ويست فرانس الفرنسية وما كتبته الصحفية جان إيمانويل مستندة إلى منسقية الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود والتي قضت شهرا كاملا في اليمن وخرجت للحديث عن الأطباء. وعنونت الصحيفة: الأطباء في اليمن رسل إلى العالم. تقول الصحيفة التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس: العاملون في المجال الإنساني الذين يخاطرون بحياتهم في اليمن يوقظون الضمائر من خلال إظهار عبثية الحرب. لا تظهر كارولين سيغوين تعبها، عادت للتو إلى فرنسا في هذا الصباح الرمادي من شهر ديسمبر، عادت من مهمة في اليمن حيث تقوم بتنسيق المساعدات الإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود. هي تشهد على ما رأته في الحديدة حيث لا يزال القتال مستعرا، تتحدث عن هؤلاء الأطباء الذين رغم مخاطرتهم بحياتهم إلا أنهم فضلوا البقاء مع السكان. تعمل الفرق الطبية في ظروف صعبة، فهناك قصف كل ليلة، وقد أصاب الرصاص منزلا 3 مرات. أصبحت الحديدة مدينة أشباح كما تقول كارولين سيغوين. لا يوجد سوى مستشفيين فقط يعالجان مجانا في كل يوم. نستقبل جرحى، مدنيين أطفال ومسنين محاصرين في تبادل إطلاق النار. إنهم يأتون إليها من القرى المحيطة على الرغم من الخطر، لأنه لا يوجد مكان آخر للحصول على العلاج. وتضيف: نحن نواجه الأوبئة، لا تزال الكوليرا محتدمة والديفتيريا أيضا. مستشفياتنا مليئة بالأطفال المصابين بالحصبة. يجب أن تكون هذه الأوبئة موجودة في القرن 21، ولكن لم يعد يوجد بعد المزيد من اللقاحات، وذلك يظهر مقدار انهيار النظام الصحي هناك. العاملون في المجال الإنساني يخاطرون بحياتهم، للأسف يفقد البعض حياته في هذه المهام الخطيرة، فهم يساعدون في تهدئة المعاناة ويكسرون عزلة الشعب المحاصر في الحرب والمنسي من قبل بقية العالم. التصابي وما شابه، تحت هذا العنوان كتبت بروين حبيب مقالها في صحيفة القدس العربي مضيفة: يأسف بائع الكتب لأن الكتاب دخل السوق مثله مثل أي مادة مستهلكة، وأصبح الترويج له ضرورة من الضرورات القصوى، وإلا فلن يحظى بالقراءة. فالاستنكار الذي تمسك به الناشرون العتق لعملية الترويج هذه لم يعد يتمسك به الناشرون الجدد، خاصة من فهموا سحر المنصة الإلكترونية والفضاء الأزرق وشباك التواصل الاجتماعي، إن صح تسميتها بالشباك، التي تصطاد القارئ حيثما يكون. أما الخلوة التي كان يحتاجها الكاتب في أزمان مضت فليست ضرورية لكاتب اليوم. هو يكتب في قلب الصخب اليومي، في الشوارع والمقاهي والأسواق، يحمل هاتفه الذكي ويفاجئ متابعيه بصوره المتحركة، بسعادته الوهمية وبكماله واكتماله، وبعض الكلمات التي لا يبذل جهداً لإيجادها، وهذا كل شيء. لا بأس أيضاً من نشر بعض السخافات، كأن تصور كاتبة ظفرها المكسور وتكتب مع الصورة كلمة آخ، وتطلق الخبر وكأنه سبق صحفي ينتظره الجميع. نتحدث هنا عن كتاب ولدوا البارحة، وعن آخرين في خريف العمر فهموا اللعبة وساروا على خطاهم في سابقة لم نشهدها من قبل. ففي الزمن الجميل كان المبتدئ يقلد الكاتب الكبير ليحظى بمكانته، لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب اليوم. إنه التصابي بعينه، والمراهقة المتأخرة، والطيش الأدبي إن صح التعبير. نعم، في الزمن الأزرق حدثت المعجزة، وأصبح الإقبال على الكتاب ظاهرة لافتة للنظر، لكنها ظاهرة خالية من النضج. وحتى لا أكون مجحفة، سأقول أن الترويج للكتاب ضروري وممكن، ولكنه لا يحتاج لهذا الكم من الركاكة لجعله مطلوباً. وطبعاً بإمكان الكاتب دائماً أن يتقاسم بعض خصوصياته مع قارئه، لكن بدون مبالغات. وأعتقد أنه من الظلم أن نتعاطى مع القارئ على أنه مستهلك غبي، ومن الغباء أن ننزلق في التفاهة لنصبح كتاباً مشهورين،
فالأدب كان وسيظل دائما أدب الكلمة والأخلاق. تتواصل التحقيقات في الجريمة الشنيعة التي أدت إلى مقتل سائحتين في جبال أطلس بالمغرب، حيث وكما ورد في موقع شبكة البي بي سي بأن السلطات المغربية أعلنت أن الأربعة المتهمين بقتل السائحتين في جبال الأطلس لا ينتمون إلى أي تنظيم متطرف حتى ولو أقسموا بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية. وقال أبو بكر سبيك المتحدث باسم الشرطة وجهاز الاستخبارات الداخلية في المغرب أن اعتقال 9 أشخاص آخرين في الجريمة نفسها أحبط مؤامرة إرهابية. وأضاف سبيك في حديث مع القناة الثانية المغربية أن المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما اتجهوا إلى منطقة إمليل قرب جبل تبقال أعلى قمة في جبل أطلس بنية ارتكاب جريمة قتل، لكنهم لم يكونوا قد اختاروا ضحيتهم بعد. وأكد سبيك أن المتهمين الأربعة تصرفوا دون أي تنسيق أو تكليف من تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن أحد المتهمين سبق وأن اعتقل عام 2013 بسبب سعيه للانضمام للمقاتلين المتشددين في الخارج، وهو الذي زرع في الثلاثة الآخرين الأفكار المتطرفة. وكانت السائحة الدنماركية لويزا فيسترغير والنرويجية مارين أولاند في إجازة لمدة شهر في المغرب عندما تعرضتا لهجوم بالسلاح الأبيض وقتلتا، كما قطع رأس أحدهما. ماذا عن الأزمات المالية في العام 2019؟ تكتب الشرق الأوسط عن هذا الموضوع تحديدا وتقول: المخاوف تزداد من وقوع أزمة مالية عالمية جديدة بحلول عام 2019 بعد مرور نحو 10 سنوات على الأزمة المالية الأخيرة. فالأسواق العالمية تشهد تخبطا وتراجعا قياسيا وهبوطا في أسعار النفط وارتفاع مستويات الدين وغيرها مما ينذر بحدوث أزمة مالية مرتقبة. البنك الدولي حذر من أن العالم ليس في انتظار عاصفة مالية وحسب، بل يبدو أنه يقف على استعداد لاستقبالها. ومع حلول العام المقبل سيكون قد مر 10 سنوات على آخر أزمة مالية شهدها العالم في عام 2008، وهي أزمة بقيت في الأذهان لسنوات، إذ اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير عام 1929. ووفقا للشواهد التاريخية فإن العالم يشهد أزمة مالية كل 10 سنوات تقريبا، مما يعني أن العالم قد يكون على أعتاب أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق مع حلول العام المقبل. صحيفة الديلي تيليغراف نشرت صورا عن مظاهرات باريس المشتعلة وأخرى منوعة، ونحن اخترنا لكم بعضا منها لجولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.